وتقش باقر باقر كبنا في الكوتشي وبشوال اعتاق انتي هما كل شي. وتقش باقر باقر كبنا في الكوتشي وبشوال اعتاق انتي هما كل شي. وتقش باقر باقر كبنا في الكوتشي وبشوال اعتاق انتي هما كل شي. وتقش باقر باقر كبنا في الكوتشي وبشوال اعتاق انتي هما كل شي. في الكتب ياصلين ادعينا لا كل شيء. وتقش باقر باقر ركبنا في الكوتشي وبشوال اعتاق انتي هما كل شيء. وتقش باقر باقر ركبنا في الكوتشي وبشوال اعتاق انتي هما كل شيء. ها ها وش هذا؟ السلام عليكم الاحباب ديالنا العز والنصر. حنا دابا ان شاء الله نقول لكم على هذا اللي قال هذاك على هذا الحال اللي فيه حنايا. وحنا شحال وحنا في هذا اللي قال هذاك في هذا ها في هذا الشيء اللي حنا فيه ان شاء الله. واللي قال هذاك تبارك الله راه 30 سنه وحنا في هذا الحال. 30 سنه وحنا في هذا الحال الحمد لله. والتشكيله اللي عندي دابا تاع الدراري اللي الربعه اللي عندي راه جبي نقول لك مصطفى راه 30 سنه هو معايا بعدا. وكاينين الدراري ضاربين عندي اللي معايا 26 سنه كاينين الدراري اللي عندي 26 سنه وكاينين الدراري الاخرين اللي ضاربين ديك 10 سنين شي جوج دراري تما ضاربين شي جوج دراري ضاربين 10 سنين لا ثلاثه. والباقي راه كاع الناس قدام معايا كاين يفوت 20 سنه كاين تبارك الله كاين بيجا كاين فيصل العكروت كاين مجيد الكونز كاين البراك زدو كاين تي في كاين الراندو كاين شميرو كاين عبد الرحيم البرش كاين المهم فوفانا بلا ما نهضر بلا كاين بخو وكاين ديما نصر يا قلت لك. وكان معايا كان معايا خويا عبد الجليل حتى هو هو كاين دابا مسكين حتى هو راه سر ليه الله في خدمه اخرى وهو اللي قال هذاك بحال والتشكيله راه اللي قال هذاك راه تبارك الله. وكاين مراد كاين مراد 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 هو من الاخرين ولكن تبارك الله حتى هو معايا مراد بريكش حتى هو اللي قال هذاك والعزاوي اللي قال هذاك اخويا الفكره زدت اخويا انا جبت نقول لك كنت في تاكناويت مع واحد السيد حميدو القناوي كنت معاه كنت معاه في تاكناويت كنخدم انا في قرنيفه باقي قرنيفه قرنيفه تتلقى مع مصطفى باقبو باقي مصطفى باقبو بالشعكوكه وباقي ديك الساعه انا وحميدو القناوي باقي ديك الساعه انا صغير عندي 10 سنين كنخدم معاه خدمت معاه 3 سنين 13 عام يا وديك الساعه تنقعد انا في واحد القهوه حتى ولا تمشي مع الدقيقيه تنقعد في واحد القهوه تاع الروانزيه ديال المساكين شروني الحباب مشينا معاهم اللي قال هذاك في الدقه وكذا وليت انا في هذا الحال اللي قال هذاك وترميت هي لصقت داك الشيء وانا وليت مشيت للمدينه وجلت حتى انا ما خليت حتى قمت حتى حانوت ما خليتها في بن صالح ما خليت حتى حانوت كلهم تنخدم معاهم واللي كنت نخدم معاه بزاف وعزيز علينا نخدم معاه هو ابو حافظ اه الله يرحم بنواس الله يرحم الناس الاولين اييه سمو محمد عانا كلهم هذوك الناس الله يرحمهم بلا ما بقاو نذكروا بواحد بواحد راه خصك تذكر بواحد بواحد خصك يبين اخويا صعوبات بزاف اللي قال هذاك تبعنا كنا نقول اللي عطانا تنقول الله يخلف غير البركه تيعطيك وتقول الله يخلف المعلم تجيب كري وتبقى قاعد تما تيقول لك جي للخدمه تتمشي مع 12 النهار ما تخدم حتى 8 العشيه ولا 9 تضل تما قاعد تتسنى امتى تمشي وصعوبات اللي قال هذاك وما شاء الله وصافي والحمد لله داكشي اللي بغيت راه انا غادي فيه ان شاء الله واللي تيقول لي اللي قال هذاك اللي حلمت باش نوصل ليه وصلت ليه الحمد لله وفضل الجمهور وفضل سيدي ربي وراه الناس راه خوتنا وديما النشاط ايه تندير تكناويت وديما تشوف تكناويت تندير تكناويت انا راه الحال اللي قال هذاك متوقع فيه الشوكه انا راه قناوي تندوزو الليله تندوزو الصواريه عندي تشكيله تندوزو الليله العماق عندي الدراري حارين تبارك الله تندوزو الليله تندوزو الصواريات كلشي ان شاء الله وراه كلشي تيعرفوا هذا الشيء خويا اش بنقول لك في هذا كوفيد هذا تنشط عباد الله بينا باش ما يقنتوش
تلحلهم فيديوهات باش ما يقنتوش تنضحكوا مع عباد الله باش ما يقنتوش وتنشطوهم باش باش اللي قال هذاك وحنا راه اللي قال هذاك الخدمه ما كايناش ولكن كاين الناس بعد ما تمشي عندهم بالبلاكه تندوزوا معاهم بالنهار وما تيها محبوس ولكن عادي الله يبعد عنا هذا الوباء باش يتطلق هذا الشيء راه بركه اللي قال هذاك كرمنا خصنا نزندو اشهاده اللي قال هذاك انا وباسطوف مشينا للمدينه شداك الشيء بوحدو حنا تمشيو تندورو للحوانت على الصناعيه تنفوجوا عليهم وتنضحكوا معهم دخلنا الكيماخين عند الراس هز ديك الطاره هز هذيك تا ولينا جات هذيك اشهاده راه العالم اللي قال هذاك عرفها كانت ديك ساعه التيكاو معروفه دابا ولات اشهاده عوا ويتم غادي داكشي زوين وحنا راه داكشي تيجي بوحدو تيجي بوحدو تيجي من السوم اللي قال هذاك داكشي من القلب هادشي اللي كان واللي حاجه تخرج من القلب تكون حلوه وحنا وراه حنا تنحبوا العالم تنحبوا كلشي وحتى اللي ما تيحبنا تنحبوه والعز والنصر ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله كاينين واحد الخدمات ان شاء الله خارج البلاد راه هضروا معايا شي ناس راه فراس مصطفى اللي دكت عليه شي ناس تهضروا معايا ان شاء الله راه غادي نخرج خسيري تتلقى شي شويه وراه غادي ان شاء الله ما يكون لي الخير تنوعدوه بالجديد تنوعدوه بالنشاط وباقي ان شاء الله غادي يشوفوا شي حاجه اللي مازال ما شافوها ونختم والجمهور غادي نعطيه واحد المزيد زوين وليكم حتى نتوما وما كاينين النشاط يا خويا بنت شو مزيان مرحبا ها اكهوا اشهد الولد اوا اشهد ها هو ها ها هو الولد ها هو عزوة ها ها وي 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 مولاد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.